إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني. مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقتنا هذه سنتابع ما بدأنا من تفسير الآية الأولى من سورة النساء، وكذلك تفسير الآية الثانية من سورة النساء. فإلى التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال درسنا متواصلًا في قول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. وقد ذكرنا في الدرس الماضي ما أمكننا ذكره من معنى الآية الكريمة، وإنما بقي التنبيه على ما للرحم من حق، بحسب ما تشير الآية الكريمة من عظم حق الرحم، حتى أن الناس كانوا قبل إسلامهم يتساءلون بالله تعالى والأرحام لما وقر في نفوسهم من عظم هذا الحق، لأن إدراكه أمر فطري. ذلك لأن الإنسان كما تعلمون كائن اجتماعي، فكل فرد من أفراد هذا الجنس موصول إلى بني جنسه، لا يمكن أن يستغني عنهم بمصالحه، ولا يمكن أن يقوم دونهم بمنافعه، بل لا بد من أن تكون حياته مرتبطة بحياتهم. ذلك لأن الله تبارك وتعالى أراد لهذا الجنس من الخلق أن تكون حياته حياة اجتماعية مدنية تقوم على التداخل والتشابك والتعاون والتآلف والترابط. ولئن كان ذلك بالنسبة إلى الأسرة البشرية العامة، مع كون هذه الأسرة أسرة مترامية الأطراف بعيدة المربع، لأن هذا الجنس منبث في هذه الأرض، ولكنهم جميعا ينحدرون من أصل واحد، فلذلك كانت الأخوة البشرية تشملهم جميعا. فإن الأقارب هم أولى بأن يترابطوا وأن يتعاونوا وأن يقوم كل منهم بحق الآخرين، فإن الأسرة هي نواة المجتمع. عندما تكون الأسرة مترابطة يقوم كل فرد من أفرادها بحق الآخرين، فإن المجتمع يكون مجتمعا متماسكا. ولذلك فرض الله تبارك وتعالى ما فرض من حقوق ذوي القربى، فالله سبحانه وتعالى شرع هذه الحقوق لا في هذه الأمة فحسب، بل شرعها للأمم السابقة، كما ينبئنا بذلك قوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ونحن نرى أن الله سبحانه وتعالى ربط هنا بين حق الخالق العظيم سبحانه إذ فرض عليهم عبادته، وكان ذلك مما أخذه عليهم من المواثيق، وما بين حقوق الوالدين اللذين هما أخص الخاصة وأقرب القرابة، ثم حقوق سائر ذوي القربى. لما لهذه الحقوق
من مكانة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا ما جاء مؤكدا في شريعة هذه الأمة التي أنزلها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. فكم جاءت الوصية بذوي القربى، ناهيكم أن الله سبحانه عند ما ذكر البر في سورة البقرة وذكر قيام البر على العقيدة الصحيحة أتبع العقيدة إيتاء المال ذوي القربى، وذلك نوع من الصلة التي تكون بين الأقربين، فإن من شأن النفوس أن تكون شحيحة بالمال وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد. فلذلك أمر الله سبحانه وتعالى بإيتاء المال من أجل تطهير هذه النفوس من آثار الشح وتخليصها من سيطرته، وبدأ أول ما بدأ بذوي القربى. فبعد ذكر العقيدة أتبع ذلك قوله وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. قبل أن يذكر الصلاة والزكاة ذكر إيتاء المال ذوي القربى أولا، ثم بقية الأصناف التي يؤمر بإنفاق المال فيها. كذلك نجد أن الله تعالى يخاطب هذه الأمة بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين أحسانا وذي القربى، ويقول تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. كذلك نجد أن الله تبارك وتعالى يربط ما بين قطيعة الرحم والفساد في الأرض، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فقطيعة الرحم مقرونة بالفساد في الأرض، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت مؤكدة على هذا المعنى ومنوهة بحقوق الأرحام، وهي كثيرة. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرحم شجنة معلقة بالعرش تقول اللهم من وصلني فصله ومن قطعني فاقطعه. وجاء في بعض الرواية أن الرحم حجنة معلقة بالعرش، وجاء أن الله تبارك وتعالى يقول أنا الرحمن الرحيم خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وجاء أيضا في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى لما فرغ من خلق الخلق قالت الرحم هذا مقام العائد بك من القطيع، قال أما يكفيك أن من قطع من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. كل ذلك مما يدل على مكانة ذوي الأرحام في الإسلام ووجوب صلتهم والقيام بحقوقهم. وحقوق ذوي الأرحام تجب بحسب ما يرى الإنسان ويتمكن من أدائها، فإن الظروف تختلف بين شخص وآخر وبين حال أخرى، ولكن مع ذلك يجب على الإنسان أن يجعل في قرارة نفسه صلة كل ذي رحم، فعليه أن يصل الأرحام في سرائهم وضرائهم، وعليه أن يواسيهم في مصابهم، وعليه أن يعينهم في نوائبهم، وعليه أيضا أن يكون سائلا عنهم. فمن الصلة أن يرسل إليهم بالسلام، وهذه أضعف الصلة التي تكون بين الأرحام. وقيل تنتهي إلى ثلاثة آباء، وقيل إلى أربعة، وقيل إلى خمسة، وقيل إلى سبعة، وقيل ما لم يفصل الشرك إذا كانت العلاقة النسبية معروفة، سواء كانت هذه العلاقة النسبية من قبل الأب أو كانت من قبل الأم. وهذا الرأي إنما هو رأي طائفة كبيرة
من الناس بأن حق الرحم يسقط بالإشراك. هذا رأي طائفة كبيرة من العلماء، واشتهر ذلك واستثنوا الأبوين للنص القطعي في القرآن الكريم بأن الشرك لا يسقط حقهما. فالله تبارك وتعالى يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فالله سبحانه وتعالى وصى بالوالدين أن يعاملا معاملة حسنة وإن كان على الشرك، فهما وإن كانا يجاهدان ولدهما يريدان منه بأن يشرك بالله سبحانه وتعالى، إنما يؤمر أن يعاملهما بالإحسان وأن يبرهما، ولكن مع ذلك عليه أن يتقي ما يدعوانه إليه من الشرك، وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه، أي سبيل الحق والإسلام. فهو مأمور أن لا يطيئهما فيما يطلبانه منه، وكذلك إن أراد منه أن يعصي الله تبارك وتعالى، ولكن معصيتهما وإشراكهما وكل ما يصدر منهما لا يسقط حق أبوتهما وأمومتهما، بل يظل حق الوالدية باقية. وإنما الخلاف في ذوي الأرحام. ومما يؤكد وجوب حق الوالدين ولو كان مشركين أن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تصل أمها وكانت على الشرك، فأمرها أن تصلها. وفي ذلك نزل كما سبق قول الله تبارك وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وذلك في معرض الدعوة إلى الإنفاق. فلو كان هؤلاء المنفق عليهم غير مهتدين فإن ذلك لا يضر المنفق، فما دامت هنالك صلة يصلهم. أما بالنسبة إلى غير الوالدين فكما ذكرنا الخلاف موجود، والذي تميل إليه نفسي بأن عدم إسلامهم لا يسقط حقهم حق القرابة. من ناحية يقاس حقهم على حق الأبوين بجامع أن هذا الحق إنما هو ناشئ بسبب وشيجة ذوي القربى، وإن كانت قرابة الأبوين هي أقرب قرابة. ومن ناحية أخرى دلالة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بآل، ألا إن أوليائي منكم المتقون. وفي تتمة الحديث: ولكن لهم رحم سأبلها ببلالها. فقوله لهم رحم سأبلها ببلالها دليل على أنه كان مع كونه يتبرأ منهم ومن صنيعهم وينكر كونهم آلا له، مع ذلك كله يرعى حق الرحم، لا يقطع هذه الرحم بل يعد أنه سيبلها ببلالها. هذا دليل على أن الرحم لا ينقطع حقه بسبب عدم إسلامه، بسبب إشراكه بالله تبارك وتعالى، بل يظل هذا الحق قائما، ولذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم. كما يدل على ذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. معنى هذا الخطاب إنما هو خطاب لأهل الشرك، ولكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بأن يسألهم المودة في القربى. فهذا مما يؤكد أن هذا الحق لا ينقطع بسبب الإشراك بالله سبحانه وتعالى. هذا. وقد اختتم الله تبارك وتعالى قوله هذا بقوله: إن الله كان عليكم رقيبا.
في هذا ما يفيد التعليم، لأن الجمل المصدرة بإن إذا داءت بعد جبل فيها حكم من الأحكام تفيد تعليل ذلك الحكم بما تضمنت، كما في قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اتقوا ربكم خشية زلزلة الساعة فإنها شيء عظيم. هذا مما يفيد التعليم. كذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. كل ذلك مما يفيد التعليم. فقوله إن الله كان عليكم رقيبا يفيد تعليل الأمر بالاتقاء فيما تقدم، فإن أمرهم بأن يتقوا الله إنما هو من أجل أن الله تبارك وتعالى رقيب عليهم. والرقيب يكون بمعنى العليم، بمعنى الحفيظ، بمعنى المطلع. والأصل كما يقول بعضهم بأنه مأخوذ من إحداد نظر البصر أو البصيرة في الأمر، رقب هذا الشيء وراقبه، بمعنى أحد فيه بصره أو بصيرته. ويستعمل أيضا بالنظر إلى الرقابة الحسية، يستعمل بمعنى الإشراف من مكان عال. ولذلك يسمى المكان الذي يجلس فيه عليه الرقيب ليشرف على شيء يسمى مرقبة. إن الله كان عليكم رقيبا، ومعنى رقابة الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية مما يصدر من العباد أو مما يكنونه في طوايا ضمائرهم. فهو سبحانه يعلم ما في طوايا الضمائر كما يعلم ما في جلايا الأعمال الظاهرة، لا تخفى عليه خافية. فما يتلجلج في أعماق الصدور وفي طوايا النفوس يعلمه الله تبارك وتعالى. فهو رقيب مطلع على كل شيء، ومن كان كذلك فهو حقيق بأن يتقى وأن يطاع ولا يعصى. وكان هنا لا تفيد معنى المضي، وإنما تفيد تأكيد مدخولها، لا تدل على أمر مضى. إذا رقابة الله تبارك وتعالى لم تنقطع، وإنما رقابته دائمة باقية. فكون الله سبحانه وتعالى رقيبا على عباده أمر لم ينتهي، وإنما هو أمر كان من قبل ويكون في الحاضر وفي المستقبل، ومستمر في الحاضر وفي المستقبل، لم ينقطع بانقضاء زمن ما. مثل قول الله سبحانه وتعالى: إن الله كان بكل شيء عليما وكان الله على كل شيء قديرا. فإن ذلك لا يعني أن قدرته تعالى انتهت، تعالى الله عن ذلك، أو أن علمه انتهى، وإنما كان هنا تفيد تأكيد ما دخلت عليه من الوصف. وأدي رقيب بعلى ولم يعد باللام، مع أن رقابة الله تعالى للعباد وعلى العباد، فهو يراقب سبحانه وتعالى كل أحد إن صدر منه أي شيء في حق غيره، ويراقب له على غيره. فرقابة الله تعالى لكل أحد على كل أحد. ولكن كانت التعدية هنا بعلى، ذلك لأجل ترسيخ الخشية من الله سبحانه وتعالى، لأن المقام يقتضي ذلك. والله تعالى يقول لهم أولا: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، ثم يبين أنه رقيب عليه، فهو يأمرهم بالتقوى ويغرس في نفوسهم الخشية منه سبحانه وتعالى بتذكيرهم أنه رقيب عليهم، لا تخفى عليه خافية من أمورهم، لأجل أن يسارعوا إلى تقواه وأن يتجنبوا معصيته. ثم أتبع ذلك قوله: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. والعطف هنا له مناسبة على ما تقدم من الأمر
بالتقوى. من العلماء من يرى أن العطف هنا على ما تقدم من أجل أن الأمر بالتقوى أمر عام، فتقوى الله تعالى كما تكرر معناها اتقاء سخطه بفعل مأموراته واجتناب منهياته، فإذا تدخل جميع أوامره ونواهيه في هذا الأمر العام. فالعبد المأمور بتقوى الله إنما يؤمر بأن يراقب الله في كل ما يقوله وفي كل ما يعمله وفي كل ما يتلجلج في ضميره وفي جميع أحواله، يؤمر بأن يكون مراقبا لله سبحانه وتعالى. وبعد هذا الأمر المجمل جاء بالتفصيل، فالعطف هنا إنما هو عطف تفصيل على إجمال، أي هذا شروع في جزئيات التقوى التي أمر بها. وابتدئ بذكر إيتاء اليتامى أموالهم لأظم حق هؤلاء اليتامى، لأن اليتامى فقدوا العائل الذي يعولهم، فهم أحوج ما يكونون إلى أموالهم، أحوج ما يكونون إلى توفير هذه الأموال وصونها وحفظها وأدائها إليهم بعد بلوغهم، أو الإنفاق منها عليهم قبل بلوغهم. ثم مع هذا كله فإن اليتيم من شأنه أن يحس بالجفوة بسبب فقدانه من يفيض قلبه بالرحمة والحنان عليه، فحري بالناس أن يرعوا حق هذا اليتيم وأن لا يجعلوا يتمه سبباً لاستغلاله بأكل ماله وحرمانه من حقه. وذهب آخرون إلى أن المناسبة بين هذا الأمر والأمر المتقدم أن الأمر المتقدم، الأمر بالتقوى فيما تقدم، كان فيه تلميح إلى حق الأرحام، بل سبق التلميح إلى ذلك عندما قال سبحانه وتعالى قبل ذلك: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، حيث بيّن أن أصل البشرية واحد، فهم ينحدرون من أب واحد ومن أم واحدة، وأنهم مهما تشعبت فروعهم ينحدرون من ذلك الأصل، فعليهم أن يرعى بعضهم حق بعض، وكلما كانت القرابة أقرب فيما بينهم كان عليهم أن يكونوا أكثر رعاية لهذه الحقوق، حقوق ذوي القربى. في هذا إشارة إلى حقوق. كذلك عندما عطف على هذا الأمر، الأمر بالتقوى مرة أخرى، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إنما ذكر الأرحام بجانب ذلك إشارة إلى ما لهم من حقوق. فمن جملة هؤلاء الأرحام الذين يجب أن يوصلوا وأن تراعى حقوقهم وأن تحفظ هذه الحقوق كاملة غير منقوصة هم الأيتام، لأن اليتامى أموالهم إنما تكون إما بيد أوليائهم وإما بيد أوصيائهم، والأولياء لا ريب أنهم من قرابتهم، فحق الرحم بالنظر إلى هؤلاء متأصل في هؤلاء الأيتام لأنهم منهم وإليهم، فعليهم أن يوفروا أموالهم رعاية لحقهم وحفاظا على الصلة التي بينهم وبينهم. وأما الأوصياء فإن أوصياء اليتامى غالبا يكونون من قرابتهم، لا تخرج الوصية على اليتيم عن ذوي قرباه، هذا هو الغالب. فلذلك كانت رعاية حق هؤلاء الأيتام مما يدخل في رعاية حق الأرحام. وآتوا اليتامى أموالهم، آتوا بمعنى أعطوا، آتاه
الشيء بمعنى جعل الشيء آتيا إليه، وذلك إنما هو بدفعه إليه بإعطائه إياه. آتيت فلانا هذا الشيء بمعنى جعلته آتيا إليه، ولم أجعله آتيا إليه إلا بإعطائي له إياه. واليتامى جمع يتيم، ولكن هذا الجمع غير شائع في هذا الوزن، فإن جمع فعيل على فعالة قليل، ياء نديم وندامة، وإن كان ندمان أيضا يكون بمعنى النديم، ولكن مجيء فعيل على فعالة من النادر، إنما فعيل يجمع على فعال ككريم وكرام، أو على فعلاء ككريم وكرماء، أو على فعل كحصير وحصر، أما أن يجمع على فعالة فهو من أندر النادر. وقد قالوا بأن هذا الجمع على وزن فعالة هنا إما أن يكون جمع يتيم أو جمع يتيمة، فإن كان جمع يتيمة فالأصل فيه يتائم، لأن فعيلة يجمع على فعائل، فالأصل فيه يتائم، لكن صارت تبديل فيه بحيث صار فيه تقديم وتأخير، أخر المقدم وقدم المؤخر، فقيل يتامئ بدل يتائم. ثم إن الهمزة قلبت ألفا فانفتح ما قبلها فكان يتامى، وإن كان جمع يتيم فقد جمع أولا على يتمى، لأن في اليتم معنى التوجع ومعنى التعب، ومثل ذلك يجمع ما دل عليه على وزن فعل كمريض ومرضى وأسير وأسرى وهالك وهلكة، يجمع ذلك على وزن فعل، فإذا جمع في الأصل على وزن فعل، ثم جمع الجمع على وزن فعالة كأسارة، جمع الجمع على وزن فعالة، فيتامى على هذا إنما هو جمع للجمع وليس جمعا للمفرد، إنما هو جمع لجمع المفرد. واليتيم بالنسبة إلى الإنسان هو من فقد والده، من مات والده عنه، وبالنسبة إلى الحيوانات من ما فقد والدته، لأن الأمهات بالنظر إلى الحيوانات هي التي تقوم بالرعاية، برعاية هذا الجنس في حال الصغر، وهو مأخوذ من الشيء اليتيم بمعنى المفرد، مأخوذ من اليتم بمعنى الإفراد، أيتمه بمعنى أفرده، جعله مفردا، يقال درة يتيمة إذا كانت منفردة من نوعها، فلذلك الدرة التي هي في منتهى الغلاء تسمى يتيمة، لأنها نادرة أن تكون درة مثلها. وعلى هذا فاليتيم لغة من أفرد دون أبيه، سواء كان ذلك في الصغر أو في الكبر، هذا هو الأصل في اللغة، ولكنه شاع أن اليتيم عرفا، شاع عرفا أن اليتيم من فقد أباه في الصغر، وعندما يبلغ لا يسمى يتيما، بعد بلوغه أشده لا يسمى يتيما، لأنه في هذه الحالة يقوم بمصالحه بنفسه، فهو ليس بحاجة إلى من يقوم بمصالحه. ولذلك جاء في حديث علي كرم الله وجهه كما عند أبي داود مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمى بعد احتلام، أي من بلغ سن الرشد في هذه الحالة
لا يعد يتيما، لا يتمى بعد احتلام، إنما اليتم فيما قبل ذلك. فإذا هذا تخصيص شرعي لليتم بمرحلة ما قبل البلوغ من العمر، فمن فقد والده في هذه المرحلة فهو يتيم إلى أن يبلغ، وبعد بلوغه لا يعد يتيما. مستمعي الأعزاء، ما تبقى من تفسير هاتين الآيتين المباركتين من سورة النساء الآية الأولى والثانية سنتابعه في حلقتنا القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.